هنأ غبطة البطريرك بيربتي السابت سبع لبطريرك القدس للاتين المؤمنين بمناسبة عيد القديس أنطوان البدواني، وذلك في قداس احتفالي مهيب أقيم بهذه المناسبة في كنيسة مار أنطون ببيت لحم، بحضور العديد من الشخصيات البارزة في المحافظة وممثلي الكنائس الفلسطينية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديس أنطون البدواني شفيع الجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية، أقيم قداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وذلك في كنيسة مار أنطون بالجمعية الأنطونية بمعاونة الكهنة الأجلاء والشمامسة. بعد دخول الموكب للكنيسة التي امتلأت بالراهبات والوجهاء والشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات في المدينة والمؤمنين، تم تكريس الزي الخاص الذي يمثل لباس القديس أنطون، وذلك للأطفال المنذورين. وفي كلمة غبطة البطريرك التي هنأ من خلالها المحتفلين بهذه المناسبة، وخصوصا كل من يحمل اسم القديس أنطون، وأشاد بدور الجمعية الأنطونية والقائمين عليها في عملهم الإنساني تجاه الآخرين. Around him here we gather in this very important place of Bethlehem, the Antonian Charitable Society, which is helping the poor and the elderly. So it's very nice that all the community around the poor here in the name of Saint Anthony. It's a good sign of Christian faith and community. وبعد القداس أقيم حفل استقبال افتتحه رئيس الجمعية الأنطونية السيد نجيب ناصر، والذي هنأ فيه أهالي مدينة بيت لحم بهذا العيد، وشكر الجميع على المشاركة بالقداس الاحتفالي وحفل الاستقبال المميز. كما تم التقاط الصور التذكارية في باحات الجمعية الأنطونية لأعضاء الجمعية وتبادل التهاني. النهاردة بنحتفل بعيد قديس عظيم والقديس أنطونيوس اللي أنا بحمل اسمه كمان، فبهنئ كل اللي اسمهم أنطونيوس، أنطون، أنطوانات، توني، كل المشتقات لاسم القديس أنطونيوس، كل سنة وانتم بألف خير. القديس أنطونيوس اللي احنا بنحمل اسمه قديس عظيم في الكنيسة، امتاز بالاقتداء الكامل بحياة يسوع المسيح بفقره وطاعته، وقدر ان هو يتكلم احلى كلام ويوصل يسوع لكل الناس، عشان كده كان واعظ كتير ومشهور. فاحنا يعني فرحانين ان احنا بنحمل اسم هذا القديس اللي بيدعونا دايما ان احنا نبحث عن الحقيقة وان احنا نمجد الله في حياتنا بكل اعمالها. وشكرا للنور سات اللي هي دايما بتشاركنا مناسباتنا وفرحتنا، والرب يبارك الجميع. كل عام وانتم بخير. اول شيء انا سعيد بمناسبة جميلة على قلوبنا كلنا اللي هي مار أنطون، عيد مار أنطون، عيد القديس مار أنطون اللي هو شفيع الجمعية الأنطونية. وثانيا أنا مبسوط كثير وسعيد لأنه في إقبال جيد أو ممتاز من قبل أهل بلدنا من بيت لحم من جماعتنا، وهذا بسر القلب لأنه في كثير شغلات بتجمعنا، فلازم نحن نكون إيد واحدة وبمحبة. فأنا بعطي كلمة لكل العالم، ببعث كلمة إنه بيت لحم صامدة، بيت لحم محتاجة لدعم كل العالم، محتاجة للصمود، محتاجة إنه كل المسيحية يضلوا في بيت لحم، هي في النتيجة أرض المسيح ونحن بنمثل المسيح على الأرض. بعيد على كل المحتفلين بعيد القديس أنطون البدواني في هذا اليوم، وأنا متأكد إنه بركة القديس أنطون بتكون دائما معهم، لأنه اللي بيحمل الاسم وبعيش حياة القديس أنطون بعيش بركته وبتكون معه وبتصاحبه في كل الأوقات. فبتمنى للجميع أن يكون عيد مار أنطون عيد للإنسان العزيمة والإيمان ليخوض أو يستمر في خوض معركة الحياة بكل قوة، بكل صبر واعتماد على الذات واعتمادات على إيمانه وصلواته للرب العالمين بشفاعة القديس أنطون.
لنورسات مارلين الحدوة من الجمعية الأنطونية بيت لحم.